السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على بلوجين جديد بنتطبق في الريفت، بيعمل لي موضوع الاي ترانسميت. اي ترانسميت يعني أنا دلوقتي عندي الشغل بتاعي خلصان وعايز أبعته، بس عايز أبعته مش كذا ملف، ممكن يكون مثلا أنا عامل ملف معماري وملف إنشائي وملف كهروميكانيكال، فأنا عايز أعمل بدل ما أبعت كل واحد لوحده وفي لينك بينهم، لأ ده أنا هعمل اي ترانسميت كأن انا بعمل باين وببعته مرة واحدة جاهز الناس تبدأ تشتغل عليه. هو اول ما بسطبه بلاقي هنا في الادس ظهر لي حاجة اسمها ترانسميت موديل، بيقول اختار الحاجة اللي انت عايزها، بختار الملف اللي انا عايزه بقول له اوكي. طب عايز تحطه فين؟ بقول له مثلا عايز احطه على الديسكتوب. اوكي بيقول لي هنا ايه الحاجات اللي انت عايز تعملها، هل عايز لينك دريفت تعمل لها اي ترانسميت وكاد لينك ودي دبليو اف مارك اب. بتبدا تختار الحاجه اللي انت عايزها وبعد كده تقول له ترانسميت موديل، فهو يبدا يعمل ترانسميت موديل لملف ريفت دوت. الموضوع سهل وبسيط ان شاء الله، هو بنحتاجه لما اكون مثلا عايز احتفظ بنسخه من الشغل بتاعي، بس ايه مش عايز يبقى في كذا ملف فيحصل لخبطه، لا هو ملف واحد فيه كل الشغل بتاعي، او اكون انا مثلا ابعته لشركة تانية. اخوكم عمر سليم.